شوفوا ما شاء الله على هالمنظر اللي طالع اكثر من ذهب. يا هيك لقيمات القاضي يا اما بلا. حلويات السهرات السريعة مع الشيف علي، اطيب عوامة ممكن تسووها بالبيت بثلاث مكونات بس وبتطلع معكم 100%، وان شاء الله بتدعوا له للشيف علي. بناخذ القطعة هيك وبنفوت فيها فوتة واحدة، واسمعوا لي على هالقرشة بسم الله. نكبسها وبالمعلقة الصغيرة بدنا نقول بسم الله وننزل على الزيت، هيك بنعرف انه الخميرة اللي نحن عم نستخدمها شغالة بهذا الشكل. بدنا نكبس الكيس ونسحب قطعة قطعة، نسمي بالله وننزل على الزيت. فأنا بنصح أي حدا حابب يكون سعيد يساوي من هاي الأكلة، وإن شاء الله بيدعي له للشيف علي لأنه رح تطلع معكم 100% وبالطريقة يلي علمتكم إياها. قاعد بالبيت وخطرت عبالي أكلة حلو، قلت مالي غير أكلة لقيمات القاضي اللي هي العوامة، أسهل أكلة حلو ممكن نساويها بالبيت وبنفس الوقت ناخدها من حركيش البيت، يعني ما في داعي نجيب شيء من برا. يلي بيميز زي الأكلة إنه بتذكرنا بأيام زمان، يعني كل ما كانت تجي الشتوية ضروري نطلع نجيبها بعشرة أو بخمستعش عوامة من دون ما نضوع وقت. خلينا ننتقل للمقادير ونشوف شو بيلزمنا لهالأكلة الطيبة. اخواتي خطواتنا كتير سهلة وبسيطة. اول شي بيلزمني 3 كاسات طحين، يعني شغلتها كتير سهلة وبسيطة ما لها اي تعقيدات. بدي نزل عليهم معلقة صغيرة نشا، وبدي نزل عليهم نص معلقة ملح. هلأ بضيفها على الطحين وبعمل تحريكة للطحين تبعي، وبدي ضيف عليهم رشة فانيلا. هيك الطحين تبعنا جاهز. هلأ بدنا ننتقل للسوائل. اخواتي بالنسبة للسوائل المي لازم تكون فاترة، اي نوع عجين نحنا بنساويه بالبيت وخصوصي بايام الشتوية لازم تكون المي فاترة لحتى تتفاعل الخميرة معنا. هلأ هون انا في عندي كاسة ونص مي، طبعا المي فاترة. هلأ بنزل المي وبدي ضيف عليهم ظرف خميرة فورية بسم الله. طبعا هذا الظرف فيه 10 جرامات، يعني معلقة خميرة واحدة. وهلأ بعد ما نضيف الخميرة تبعنا بدي انزل عليها بمعلقة كبيرة سكر، وهلأ بدي اتركهم 5 دقائق لحتى تتفاعل الخميرة مع السكر، وبعدين بنعجن المكونات مع بعضها. اخواتي لبين ما تتفاعل الخميرة معنا خلينا نطبق القطر مشان يلحق يبرد. بسم الله. افضي كاستين سكر، يعني شغلة القطر كمان كتير سهلة وبسيطة، بس لازم يكون القطر تقيل تبع العوامة تبعنا. هلا بنزل كاستين سكر، وبدي نزل عليهم كاسة مي، وبدي حركهم على البارد، وبعدين منضيفهم على الغاز، وبس لحتى يغلوا بننزل عليهم عصرة ليمونة. ليش لازم نستخدم القطر بارد ما نستخدمه سخن؟ لأنه إذا نزلنا العوامة على قطر سخن لح تشتش معنا ولح تضيع القرشة تبعنا، يعني ما لح تطلع معنا كريسبي وعم تقرش قرش، فلازم نحنا نستخدم القطر البارد، هي الشغلة كتير مهمة. وهلا أخواتي بعد ما غلى المي مع السكر بننزل عليهم عصير الليمون، نتركهم يغلوا 5 دقائق بيكون القطر جاهز معنا، بنتركه لحتى يبرد بعدين بنشتغل فيه. شوفوا ما شاء الله الخميرة شلون تفاعلت معنا، هيك بنعرف إنه الخميرة اللي نحنا عم نستخدمها شغالة. هلا بدنا نسمي بالله وبدنا نفضيهم فوق الطحين، بسم الله الرحمن الرحيم. بدي نزل معلقتين قطر على الطحين. ليش بدي نزل القطر على الطحين؟ القطر بيعطي قرشة وبيعطي لون بعد القلي، يعني جربوها بهي الطريقة وإن شاء الله بتدعوا له للشيف علي. وهلا بدنا نعجن المكونات كلياتها مع بعضها. هلا أنا هون في عندي كمان نص كاسة مي بدي أنزل فيها بالتدريج، بسم الله الرحمن الرحيم. وبدي أعجن. قوام هي العجينة لازم تكون سائلة شوي، ما لازم تكون مثل العجينة العادية اللي بنساويها بالعادة. استخدمنا لثلاث كاسات طحين كاستين مي، وهيك اخواتي بتكون عجينتنا بكل سهولة جاهزة معنا. بدنا نغطي العجينة تبعنا وبدنا نتركها لحتى يتضاعف حجمها، يعني تختمر من الساعة للساعتين، وبعدين بنشتغل فيها مع بعض. بعد ما تركنا العجينة تقريبا ساعة ساعة ونص لحتى تتفاعل معنا صارت 100%. شوفوا لي على هالمنظر يلي ما شاء الله طالع ذهب. هلأ بدنا نفضيها من الهواء تبعها بهذا الشكل، بنعمل لها تحريكة، وهيك بعد ما فضيناها من الهواء صارت بكل سهولة جاهزة معنا. وهلأ أخواتي بدنا أي كيس نايلو بدنا نفضي الخليط بقلبه. بدي أعلمكم طريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله بتدعوا له للشيف علي. هلأ بكل سهولة بدي فضي العجين بقلب الكيس. بنحسن نستخدم كيس الحلواني كمان بيشتغل معنا بهذا الشكل. بعد ما فضينا الخليط بكيس نايلو، كيس حلواني كمان بيشتغل،
بدنا نجيب مقص ونقص بطرف المقص، ما بدنا نكبر الفتحة لحتى ما تطلع الكمية كبيرة. روحوا تجيبوا سكينة هلا تقطعوها بسكينة ما بتشتغل، بتجيبوا مقص ومنقصها بالمقص لحتى تطلع بشكل 100%. يعني ما في داعي نقمقم الدنيا، رح اعطيكم طريقة سهلة وبسيطة. وهلا اخواتي بعد ما عملت ثقب بالكيس تبعي، الزيت حامي بهذا الشكل وانا مجهز كمية بسيطة من الزيت بس لحتى نزل اصابيعي فيها بهذا الشكل وما تلزق معي. وهلا بنسحب بالحجم يلي بدنا اياه، بنقطعها وبنسمي بالله وبننزل على الزيت يعني بكل سهولة. هلا انا عم جرب الزيت تبعي اذا حمي ولا لا. وهلا اخواتي بعد ما يحمى الزيت عنا بهذا الشكل عاملين ثقب، بدنا نكبس الكيس ونسحب قطعة قطعة نسمي بالله وننزل على الزيت بكل سهولة. بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الشكل. لك ايه ذهب ذهب. شوفوا ما شاء الله شلون طالعين معنا، طالعين اكتر من ذهب، يا هيك العوامة يا اما بلا. هلا اخواتي بدنا نشتغل على طريقة المعلمين، بدنا نمسك العجينة بهذا الشكل نكبسها وبالمعلقة الصغيرة بدنا نقول بسم الله وننزل على الزيت. يعني كمان الطريقة كتير سهلة وبسيطة بهذا الشكل. لك ايه ذهب ذهب. شوفوا اخواتي ما شاء الله شلون طالعين نافشين وطالعين 100%. ذهب العوامة ذهب. طبعا هاي الطريقة كمان سهلة وبسيطة، هاي طريقة المحلات الأصلية بيشتغلوا بالمعلقة. ايه ذهب ذهب. انا مجهز القطر البارد هون، بدنا نسحبهم دغري سخنين وننزلهم على قطر بارد لحتى يعطونا قرشة يعني من الاخر. شوفوا ما شاء الله على هالمنظر اللي طالع اكتر من ذهب. لك ايه لك ذهب ذهب ذهب. يا هيك لقيمات القاضي يا اما بلا. هذا المنظر يلي بينقال عنه ابن عالم وناس، هي العوامة على اصولها. طلع الذهب اخواتي طلع. هلا مثل ما هنن بدنا نقيمهم من الزيت وننزلهم على القطر البارد بهذا الشكل. والله تفريقي قبل بوقت اخواتي، اسمعوا لي على صوت القرشه تبعه، يعني طالعين اكثر من ذهب. هلا بدي احركهم بالقطر البارد، بتركهم تقريبا دقيقتين ثلاثه وبعدين بدي صفيهم وبيصيروا جاهزين للتقديم. لك ايه ذهب ذهب ذهب. مثل العادة ختم الشيف علي لأكلات الحلو، بدي انزل عليهم بكمية بسيطة من الفستق الحلبي للزينة. وهيك بكل سهولة صارت العوامة جاهزة معنا اخواتي، عوامة العشر دقائق صارت جاهزة معنا بس بطريقة سهلة وبسيطة ومن دون اي فلسفة او تعقيد. تعالوا خلوني سمعكم القرشة تبعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ما شاء الله شلون طالعة 100%. هلأ بدي فوت فيها فوتة واحدة. ما شاء الله طالعين عم يقرشوا قرش. يلي ما سمع صوت اخواتي رح اخذ قطعة تانية وسمعكم صوت القرشة. بسم الله. حلويات السهرات السريعة مع الشيف علي، أطيب عوامة ممكن تسووها بالبيت بثلاث مكونات بس وبتطلع معكم 100%. وإن شاء الله بتدعوا له للشيف علي. بناخذ القطعة هيك وبنفوت فيها فوتة واحدة واسمعوا لي على هالقرشة. بسم الله. هذا الصحن لرفع مستوى السعادة عند العالم بالبيت، فأنا بنصح أي حدا حابب يكون سعيد يساوي من هاي الأكلة وإن شاء الله بيدعي له للشيف علي، لأنه رح تطلع معكم 100% وبالطريقة يلي علمتكم إياها. إذا عجبكم الفيديو مثل العادة إخواتي ما تنسوا وتزبطوا لنا وضعه، وكان معكم الشيف علي. سلام.